وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات في تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن. جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة، بما يحقق أهداف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي طالما عانى منها المواطنون خاصة في المدن والأحياء الرئيسية، وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئة الهندسية في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء، وكذا استعراض الموقف الإنشائي والهندسي للمشروعات في المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري والاشتراطات البيئية، منوها إلى أن العمل الحثيث والدؤوب في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يهدف لتأسيس واقع مصري جديد يمتاز بارتفاع جودة الحياة وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين.